اللي منورنا ومشرفنا على التليفون، مش عارف انا يعني افرش الارض رمل. مساء الفل. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ يوسف. هو الكلام ده عليا انا؟ بقول لك ايه، بص اصل يعني لا انا لا 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 هو عليه. ايوه طبعا، يعني ايوه طبعا، واقل ما يمكن ان يقال. لا والله يا استاذ يوسف، ده من ذوقك والله. ويعني انا شايف انه انا يعني عملت الحاجات زي ما هي، يعني اتمنيت ان انا اعملها زي ما هي المفروض تتعمل، بس انما يعني ده لا 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 هي بص انا هقول لك، صدقني بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه، ما في حد انا شفته او سمعته او اعرفه، وحتى الناس اللي ما اعرفهاش لما اقعد استرق السمع احيانا بودن الصحفي الغتت الفضولي، والله الناس كلها دون استثناء بتتكلم عنك في الحشاشين، وبتتكلم عنك في المطلق. السنه اللي فاتت بيتكلموا عنك، السنه اللي قبلها بيتكلموا عنك، وهكذا. يعني لو 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 حتى لو سالت اي حد عن اللي انا بتكلم فيه عنك تحديدا في غير وجودك من المخرجين يعني انا مره كنت قاعد عمال بتكلم على عصافير النيل، فكنت بتكلم مع الاستاذ مجدي احمد علي، دكتور مجدي احمد علي. قلت له يا جماعه مش ممكن يا جماعه، ده فز. وقع روحه من الضحك. قال لي بس هو عموما بيخجل من كلمات الاطراء. قلت له بس هو المساله ما فيهاش اي اطراء. والله يا استاذ يوسف يعني في الاخر خالص هو بيبقى دم توفيق، يعني مش ما اقدرش اقول انه ده يعني احنا بنجتهد وبنعمل كل اللي نقدر عليه في يعني كل الزملاء، بس في الاخر في حاجه مهمه جدا جدا احب اقولها مع حضرتك، يعني انه نظام الملك اللي حضرتك بتشوفه ونسبه كبيره بتشوفه، يعني ده نتاج جهد ودأب وشغل من فريق كبير جدا. طبعا اللي حط الكاميرا هنا بالحجم ده الاستاذ بيتر ميمي، وليه حطها كده في الجمله دي، ليه هو فضل انه يصور نظام الملك من هنا، والدكتور حسين عصر اللي نور وشه بالطريقه دي في الجمله دي وخلاه يخرج من الظل للنور او العكس او يخلي وشه عليه شيد، كل ده ليه اثر دافع كبير جدا في في في, في ان الشخصيه تبقى عامله كده، انه ده نتاج جهد وشغل كتير من ناس كتير من فريق كبير افرز اللي حضرتك اتفرجت عليه ده. بص انا برضو هبقى يعني ايه هقول لك برضو اللي انا مستوعبه واللي انا بشوفه. انا من رايي وانت ادرى مني، في مدرسه كده بنسميها كنا في السينما يعني، او اصطلح الناس على تسميتها والنقاد الكبار جدا ويمكن اغلبهم رحل عن عالمنا، مدرسه الوعي. وكان الاستاذ محمود مرسي رائد لهذه المدرسه، وكان الله يرحمه استاذ نور الشريف رائد لهذه المدرسه طبعا، احد رواد في جيله وهو رائدها وزعيمها في جيله. وانا بملو الفم كده زي ما بيتقال، وفتحي عبد الوهاب هو رائد هذه المدرسه في جيله. وده مش والله طب اعمل ايه؟ طب احلف على الميه تجمد. ربنا يخليك يا استاذ يوسف. هو طبعا انا فاهم قصد حضرتك، بس هو انا الفتره دي بالنسبه لي فتره مغريه جدا للقرايه من فتره طويله يعني. صحيح. وكنت بعرف في الطوائف وال لا انت قارئ نهم يعني، انت قارئ نهم وده معروف. وهو الحقيقه يعني الروايه بتاعت امين معلوف كانت ليها فضل كبير عليا. حلو. لانه دي طايفه غامضه جدا ومريبه جدا، وكان في الوقت ده كان في شذرات كده موجوده عن نظام الملك، وان هو كان من دعائم رسوخ وبقاء الدوله السلجوقيه لثلاث سلاطين يعني. فاعتقد انه يعني اعتقد انه ده بالاضافه طبعا للمناقشات
والجو اللي كان موجود في اللوكيشن كما لو كنت انت فعلا رجعت للقرن ده وللزمن ده. يعني دي كانت حاجة مؤثرة جدا جدا جدا. يعني بص انتوا، وانا اقدر اقول ده برضو مهما الناس عجبها الكلام او ما عجبهاش، والكل برضو على راسي، انه انتوا كلكم سواء اذا كانت الشركة المتحدة كشركة منتج، او بيتر كمخرج، او عبد الرحيم ككاتب، او انتوا كمجموعة عمل بتقوم بالتمثيل، او ادارة التصوير، ادارة الاضاءة الى اخره، انتوا عملتوا نقلة مذهلة في الانتاج الدرامي في مصر.